نعيشوا فترة متاع حرية ومتاع حرية تعبير، ومن بعد تجينا ضربة موجعة، راهو ضربة اللي تجي الناس ما تجي للقطاع الكل، لأنه ما نحبوش في حتى قطاع يتمس لا سمعي ولا بصري ولا حتى مكتوب. نسمة قناة عندها رخصة من عام 2009. به رخصة هذه كي جات لهيكا طلبونا باش نجدوا ولا في الكرس الشروط نتاعهم باش نجدوا معاهم الرخصة هذه ونكونوا نكونوا ان كونفورميتي معناها للمتطلبات على كرس الشروط. به من المتطلبات هذوما تاع كرس الشروط هي تحويل شكل الشركة من الشركة اسمها سار اللي هي بالفرنسية سوسيتي ريسبونسابيليتي ليميتي الشركة خفية الاسم. الإجراءات اللي موجودة فيها أما أغلبها بشكون اللي جاب المضار أكثر حاجة وقعت اليوم القرار راه فيه حجز مهدد، ما عندناش قرار قفل، ما عندناش قرار إيقاف البث، هذا الكل ما ثماش حتى اللي صار هذاك الكل ختم الاعتداء على حاجات ما عندهمش علاقة بالقرار هذا، التنفيذ نتاعه ما كانش بحجز والقرار ما فيه حتى كلمة تتحدث على إيقاف البث ولا على قرار. ومنيش جاي نحكي لكم على قناة نسمة. نسمة عندها شكون يدافع عليها، عندها الموظفين، عندها هيئة التحرير، عندها كل الموظفين اللي البارح دافعوا عليها. أول حاجة جيت نحب نحكي على تونس والتوانسة ونحكي على الظلم اللي قاعد يصير علينا كل يوم. قبل ما نبدأ نحب نشكر كل الناس اللي سندتنا، كان من صحفيين ولا سياسيين ولا من كل المنظمات واتحاد الشغل، وخاصة الشعب والناس اللي هي قناة نسمة هي قناة نتاعها. اليوم أنا حزين ومن شهر أخرى زادة فرحان، عندي إحساس قوي على خاطر فما ناس ورانا، ناس قدرت اللي عملناه، ناس حست بينا وناس حسينا بيهم. الناس هذوما مهمش يكبلوا أصواتهم. اليوم احنا فهمنا اللي احنا قاعدين نقلقوا شنو التوقيت هذايا. التوقيت هي تعرفوا حكومة البوليس، حكومة اللي بعثت لنا البوليس البارح، حكومة اللي تحب ترهب الناس. اليوم مش يتهموني بفساد، مش عجبش يتهموني اللي انا هرب ولا باش نهربك. شفتوا البارح نحن رانا موجودين لهنا ومانيش خايفين وباش ناخذوا مسؤوليات. نقول لكم رانا باش ندخلوا ومانيش باش نقفوا ومانيش باش نوخروا، وبارك الله فيكم.